نوف الضوء، رمزي كنج، محمد سلام، سالم زهران يناقشون على طاولة كلام الناس المواجهات بين القصير، طرابلس وصيدا، هل تمتد إلى حلب ودمشق فبيروت؟ الانتخابات والتمديد والطعن، الحكومة لم علقة ولم طلقة، ماذا عن التظاهر رفضا لقتال حزب الله في سوريا مع صالح المشنوق؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. كل هذه المحاور في كلام الناس مع مرسال غانم، الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.